الكواليس كانت حلوة قوي لأن احنا كلنا ستات فكلنا صحاب، فالكواليس كانت لذيذة، كنا بنضحك ورحنا أسوان. لا انبسطت قوي. يا رب الناس تتبسط، يا رب الفيدباك يبقى حلو على الفيلم سينمائيا على بعضه وعلى كل الكاست ومنهم أنا، فيا رب يعني ان شاء الله ان الناس تخرج يبقى الكلام على الفيلم كويس ان شاء الله. التجميع دي اللي خلتني اروح امضي الفيلم على طول لما شفت اسماء زي دي وناس مهمه كده وناس عندها تاريخ مهم وناس احب امثل معاها واشتغل معاها واتعلم منها، فما كنتش يعني ما ترددتش خالص ان انا ابقى موجود في الفيلم. انا بعمل دور مخرج سينما بيحاول يجمع الفرقه دي لسبب ما في شغله، علشان لما يجمعهم هينجح في شغله ده وهم مش فاهمين بعض.